استقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفه بن احمد ال خليفه القائد العام لقوات دفاع البحرين بمبنى القياده العامه معالي الفريق اول الركن مشعل محمد الزبن مستشار جلاله العاهل الاردني للشؤون العسكريه رئيس هيئه الاركان المشتركه بالقوات المسلحه الاردنيه الشقيقه بمناسبه زيارته للبلاد متراسا وفد المملكه الاردنيه الشقيقه في الاجتماع الثالث عشر للجنه البحرينيه الاردنيه المشتركه هذا وقد اشاد مع القائد العام لقوة دفاع البحرين بالعلاقات الوطيدة والمتطورة بين البلدين الشقيقين في ظل توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين التي تحرص دائما على تطوير العلاقات وتقويتها لخدمة الأهداف الأخوية المشتركة. كما جرى استعراض علاقات التعاون والتنسيق العسكري المشترك بما يعزز العلاقات الوطيدة بين البحرين والأردن الشقيق.